فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يصوم صيام النافلة الاثنين والخميس أو الأيام، الذي يصوم صيام النافلة، نعم، وهو يقول 3 الأيام البيض من كل شهر، هل يصوم بناء على تقويم أم القرى أو على رؤية الهلال؟ الأمر سهل، يصوم 3 أيام من الشهر، من أوله، من وسطه، من آخره، المهم 3 أيام من الشهر، ما هو بلازم أيام البيض. نعم.